ما عدتش عارف اعمل ايه، عايز اجيب حيوان جديد عشان ينفعني في التصوير. الناس بدأت تزهق مني ومنبله وشعبله، عايز اعمل حاجه جديده. طب ايه رايك يا عاصم اما تجيب؟ تصدق فعلا فكره جامده قوي، اما اطلع اقول له يعملها في فيديو وهو على السطح دلوقتي، وهيبقى محتوى جامد جدا. الفكره جت لك؟ وصلتني. طب ابدا التصوير، مستني ايه؟ هبدا على طول. اخواتي وحبايبي ازيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عامل مفاجاه النهارده، مفاجاه جدا 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 هتعجبكم. اهم حاجه بس هنروح نطمن على بولا وشعبولا ونشوفهم عاملين ايه عشان ما يبقاش مقصرين في حقهم، ونرجع لبعض تاني للمفاجاه بتاعتنا. يلا بينا. الله، عامل ايه يا بول؟ اخبارك ايه؟ قاعده كده ليه بط؟ طبعا يا جدعان، زي ما انتم شايفين بولا كانت تعبانه خالص الفتره اللي فاتت، بس هي اليومين دول بقت احسن بكتير، وهي هاديه اهي، بدات فوق بقى من التعب خلاص، وفحسيتها اللي هي فاقت كده وبدات تلعب تاني لانها كانت تعبانه خالص خالص خالص. طبعا شعبولا الاسد بتاعنا، ولا اسد يالا، عامل ايه يالا؟ اخبارك يالا شعبولا؟ يالا ايه الحلاوه دي؟ يا اسمر انت يا اسمراني، ولا شعبه، ايه الاخبار؟ الدنيا معاك تمام؟ بعد ما اطمن عليهم ولقيناهم زي الفل، تعالوا بقى اقول لكم انا هعمل ايه. اصلا انا غاوي حمام قديم. اخواتي وحبايبي ازيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو جديد من فيديوهات النهارده، بس فيديو هيبقى غريب من النوع خالص. مفاجاه محدش كتير يعرفها عني، ان انا بحب الحمام وبحب الحمام جدا، قررت ان انا ادخله في محتواي. طبعا انا من زمان اصلا جدا كنت بربي حمام، وكنت رافع داير 10 متر، بس خلاص نزلته الكلام ده برده من فتره، واتجهت للحيوانات شويه، بس خلاص قررت وقفلت معايا ان انا اربي حمام تاني، وهجيب انواع كتير. ودلوقتي محمد ابن عمي عنده حباسه حمام، انا راح اجيبها منه لان انا بحب الحمام جدا جدا جدا. حتى نعمل فيديوهات مختلفة، هيبقى فيديو للدوجز وفيديو للحمام، وهجيب الحمام الانواع انتوا اللي هتقولوا عليها، وهنعمل فيديوهات نار فوفا جات كتير اول يومين الجايين. بس احنا خلاص يا جدعان قربنا نوصل على 1,000,000 متابع، يا ريت كل اللي متابعني يعمل لي لايك، واللي مش متابعني يتابعني حالا عشان في مفاجأة 1,000,000 متابع. يلا بينا دلوقتي هنروح نجيب حباسة الحمام وهنرجع مع بعض تاني، يلا بينا. واخدت احمد حماده صديقي، ذو البنيه القويه ذو البنيه العضليه. ليه بقى؟ هو اللي هيشتغل معايا، وهو اللي هيسند معايا وبيسند معايا في دنيتي، ماليش غيره. طبعا يا جدعان رايح عند بيت ابراهيم اهو عشان اجيب بقى التروسيك من جوه. طبعا ابراهيم بقى ايه، لسه دهن البوابه وعاملها بشكل حلو، فمحدش قده، فقاعد بقى بيتنك علينا، وكل ما حد يكلمه يقول لك حاسب انا دهن البوابه، محدش يكلمني. ولا يا احمد مفكر نفسه هو اللي هو دهن ايه؟ اللامبورجيني. ابراهيم يا نهار ابيض، ده التروسيك لسه متحمل، لسه ما نزلوه. يا ابراهيم، ابراهيم، ودي اللي استفدناه الصبح يا جدعان، فضلنا التروسيكل اهو ونزلنا الحاجه كلها على الارض زي ما انتم شايفين كده، عشان الحاج ابراهيم مكسل يروح ينزله في المصنع. بس هنعمل ايه الحاج ابراهيم؟ مفيش وراه حاجه، قال لي ينام بس، مش فاضي يعمل اي حاجه في الدقيقه. مش عارف ابراهيم بيعمل معانا كده ليه. دلوقتي الحاج ابراهيم اهوت يا جماعه، ما شاء الله بشرح لهم حاجات وبيخرجهم من البوابه اهو. حاسب البوابه ابراهيم لسه جديده، خلي بالك. حاسب ابراهيم البوابه اللي انت ده هنا يا ابراهيم، البوابه اللي انت ده هنا يا ابراهيم، خلي بالك يا حبيبي. شوف عليك ابتسامه رقيقه كده يا ابراهيم، ما شاء الله. شوف مصحى من بدري. مصحاك ايه؟ من بدري. لا فضة حكمان، لسه على اخر منك، او لسه ما صفطلكش يعني. ظلم عنك مصفطة، ظلم عنك صفطة يا اخي، يا اخي على الصبح. خلاص يا جدعان احنا وصلنا عند البيت اللي احنا هنجيب منه الحاجه، ودلوقتي احنا بنستعجل هنجيبها وننزلها في التروسيكل معانا، وهنمشي على طول عشان خلاص النهارده الجمعه وعايزين نلحق نروح نصلي الجمعه. فهو دلوقتي يا دوبك بس انا هندق عليه يعني، عشان هو ما بنرن عليه فما بردش، فانا هندق عليه بالشياكه بس. محمد طاهر، محمد يا طاهر، محمد يا جدعان بيجرب المفتاح بتاعه وعايز يقتحم البيت. جدع يا ابراهيم، جدع. احنا هنطلع عليهم، اطلع عليك هنقتحمهم كل مره، هنمسك محمد طاهر نرقعه علقه ونجيب الحاجه ونمشي. يلا ما فيش ماشي بابا دي، بابا كمان تعال تعال خش يا فخ، خش، ربنا يجعلك حرام قد الدنيا، خش خش يا حاج. انا عارف عارفك هجام قد الدنيا من زمان، هو ده باشا، هو ده. جرب كده ما شاء الله عليك، جرب. ولا انت نافع في اي حاجه والله في الدنيا، ولا حرامي ولا غيرها، الجو ان شاء الله اتفتح. ها
هترن عليهم نقول لهم هترن عليهم ما تقول لهم هترن عليهم احنا نقول لهم احنا بنسرقهم انت عبط يا ابني ايه اللي هتقول لي المفتاح يخرب بيتك والله هم هتقول المفتاح يعني طب ما تقول يا عم جرب انت كده احمد حمام جرب ده ممكن عويل وحزين جرب كده سم الله يا اخي وافتح سم الله فتح ده خسارة على اللي عايزها اقول عليك ايه في الفيديو يا اخي افضح وانت فاهمة الله احمد عشان نكسب وقت يلا خليك يا حبيبي خليك لماذا نحن هنا ليه هو فيا يا احمد لماذا نحن هنا سؤال انت يا ابراهيم طاهر انت كنا محمد طاهر قاعدين بقالنا ساعتين عشان سيادتك يعني ينفع ده يعني يا محمد يعني ينفع والله العظيم ينفع انت بتعمله ده والله العظيم لخبطك علقه اول ما امسكك يلا وزي ما انتوا شايفين يا جدعان ابراهيم طلع وسابنا وسابنا قاعدين في الشارع انا واخويا احمد حماده الغلبان اللي زي حالاتي ومانيش عارف هو عامل كده ليه فين فمانيش فاهم بقى اما ينزل لنا ولا اما نطلع له مانيش عارف هما يعملوا ايه فين والله اكتر منك انا تعبت من اصحابي صحابي دول اكتر اعدائي في الدنيا الله جه عصر منجي ام محمد طير شخصيا والله في حياتك ما هتشربه تاني اوبا بقى لا يا حياتك. انا بصراحه انا تعالى انا عايز عشان مش هشربه تاني زي ما بكلمك كده ليش نفسي يا ابراهيم لا والله العظيم يا ابراهيم مش عايز عصير مانجا انا عيني عشان مش هشربه تاني يا جدعان انا مش عايز اشرب يا جدعان يا جماعه ما تكسفونيش يا ابراهيم يا جماعه ما تكسفونيش مش ينفعش اشرب مانجا انا بس يا حبيبي مش عايز اشرب انا مكسوف يا ابراهيم انت بتحرجني ليه لا 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 مش يا جماعه ليه التعب ده حلو يا احمد ليه التعب ده لا لا ايه ده انت شفطته ده انت بقك ماسوره بلاعة نسيتك اهو نزل يا سلام عليك يا ابني اشطع لك يا عصر والله اشطع لك ايه امسك كده بعد اذنك صور انت جيت تسلم عليه بقالك ساعتين انا وانت بقالي ساعتين ومش عارف ايه يا ابني ليه حطيت المحكمه يا ابني تعالى يا شباب الاكله دي بص عالي الاكله دي يا ابني الله خلاص يلا الله يا عم الله شيل بسم الله واحدة خلي بقى عشان حتى ما تتجرحش تعال ايه من البلكونة؟ ايه المشكلة ازاي البلكونة عنده العربية خش العربية في العربية يا عم ارفع بقى خلاص ارفع بقى على حتى عاص فاهم حسب السقف من فوق خش انت اول ارفع انت عاص اوطى من عندك ايوه والله ما هتطلع من هنا عشان السقف يا ابني ارفع انت ارفع احنا مدخلين من هنا انا عاوز اه يا حسون تعال من هنا لا تعال من هنا تعال من هنا شيل يا احمد لو خدت ارفع الارض يا احمد بص يا احمد واحدة خش انا يا ابني معلم لما قلت لك لف الكام بري عشان تشيل انا والله العظيم انا والله العظيم فهمان ده شويه بهايم شيل ماشي هتطلع يا وخلاص ايه بس ارفع يا عم ما تخليش يا عم انت ما عادش بقى ارفع خلاص سيبني خد شيل بقى خد عليها خد عليك ايوه يا ابن المعلم معلم مش يتكلم المعلم الصبر ما يتكلم انزل روح بقلبك مش بجسمك روح فوق هو بين مشي قعدت تقول له روح بقلبك لما مشي خالص شي تعال اطلع يا عاصم يلا يا احمد ما مشي يا احمد خلي بالك من الرمال ده يا احمد
مش بتاعتنا والله. طب روح اعمل هناك يا اسطى. طيب يا اسطى، انت يا عم طمر عني يا عم. نزل منها حته وفي قلب الصندوق، نزل منها حته في قلب الصندوق عصم ونيمها اهو. خد عليك بقى، انزل وخد عليك. تعال عصر يا ابني. محمد طلع يركب يا ابني، انا جاي معانا. انزل منها ولا عادي يا عم؟ اسمع بس اللي بقول لك عليها. ده لما يكون معاك صحابك غبيين ما بيفهموش انا في الدين. والله العظيم انت اللي بتفهم حاجه. يا عم مسكت يا عم. انا غبي يا اسطى؟ لا انت على دماغي يا ابو عبد. انت على دماغي يا عم. انت مش هتسوق. لا يا جدعان دلوقتي خلاص، احنا اخدنا الحباسه ونروح عشان هنرجع للحمام من تاني، لان احنا ملوك مزاجنا من زمان قوي. احنا اصحاب الغيه اللي ملهاش مسلوق. عم بقى وقفنا عشان نصلي صلاه الجمعه، لان احنا اتاخرنا في الطريق، فقلنا بقى نروح نصلي الاول الجمعه وبعد كده نكمل المشوار. دلوقتي يا جدعان خلاص طلعنا من الصلاة، واحنا ماشيين على الطريق دلوقتي لحد ما نروح مزرعتنا ونودع حبستنا، لان هنعمل شغل جامد جديد 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 وهنكسر الدنيا باذن الله. الجديد شديد يا باشا. حطوا بخمسه جنيه بنزين والنبي يا اسطى، عايزين بخمسه. اشتغل لكم ابطال حبيبي. كده بكام؟ صور لي عدد الدقيقة. انا مصور عشان ما يضحكش عليك. بس خلاص يا محمد. وبعدين هو حد حد معاه فلوس في البنزيمة ده قدهم. والله بتوع البنزيمة اللي معاهم فلوس بالهبل. قسما بذمكم انتوا بتوع البنزيمة اللي معاكم فلوس بالهبل. معاكم فلوس بالهبل برضه. شوف الراجل ماسك كبش هداه في ايده بالصلاة على النبي. ظبط لك العداد اخ. اي خدمة. وشك ده والله قطر عبدنا يا محمد. يا خسارة جنب. وخلاص يا جدعان احنا وصلنا قدام البيت والرجاله واقفين معاه، بس احنا بنستنى بس حازم بينزل يفتح لنا الباب، لان واقفين الباب. وخلاص التروسيكل هناك اهو وبعدين حباسه، وهنطلعها دلوقتي على السطح في مزرعتنا. يا حازم بقالك ساعه حازم، عم تنزل افتح الباب يا حازم. يلا لا لا بعيد عن المكنه، بعيد عن المكنه، نطلع بس من النوكر. يلا يلا يا ابراهيم. هتخش يا عم عادي. طب يلا يا عم شيخ. هتخش ولا ايه؟ شيل يا احمد. ارفع يا احمد، ارفع احمد بالجنب، ارفع اصحابي، خليك اصحاب الجنب هتشد مني ازاي يعني. انزل بالراحه. يلا شيل. اه يكون نص كده احمد. ايوه كده. الله، عصم على طول على طول على طول. بص لو كده بنعرف نعمل كده اهو. بنعرف ليه؟ عايز على مين؟ روح روح ادي بقى ضهرك ليه؟ يلا 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 على طول. شيل حلو يلا، اقف كده اهو. مش عارف شو يلا يلا ارفع شوي. يلا قلب قلب ليه؟ ايه؟ ايه؟ اصبر بقى يا بطل ما تجيش كمان يعني. انا هتقعد تقول له ايه اللي بقى عندي بقى؟ بتخش ليه؟ بتخش في الحيطة. ايه؟ عشان تخش كده. يلا خش. تعال. اعد البقى بزا خش. طبعا يا جماعة. تتفسخ كده. طبعا يا جماعة انا تعبت جدا معهم، فشلت البتاع وانا بطلعها. يابا يا احمد يا احمد. ما تشيل يا احمد زي الناس. هات يلا نهو. هات بس ان الاضرب بضعه. انزل. استنى. انت بطل ادخل كوكا معه والله. استنى. تعال لا تعال بقى انت كده. طيب. دعا انت ايه وانت كده؟ خش انت. عارف. الغرب الزمن بضاعه. خش على طول. الزق في الحيط. خش. قشطة كده. طبعا يا جدعان انتظروا غيه الحمام. هنكسر مصر والله، هنعمل حاجه جامده. هتشوف مطارات
ما شفتهاش قبل كده. هتشوف حاجات ما شفتهاش قبل كده. يا طبعا نسمي الحلقه لا احنا هنختار بقى اسامي جميله هتعجبكم جدا. انا عايزين الحاجات دي كده في الكومنتات اكيد. يا جدعان كان يوم تعب جدا جدا ومشي في الحر ده اصلا متعب وخلاص الحبسه دلوقتي ورايا ناقص بس اللي احنا ان شاء الله الجمعه الجايه هنزل سوق الحمام وهشتري الحمام بس دلوقتي مش هشتري حمام بس انا دلوقتي مش هشتري حمام اما اشوف الناس في الكومنتات هتقول لي هشتري الانواع ايه بالظبط والاشكال اللي تحبوها والانواع ايه بالظبط لان انا من زمان ما اعرفش اسعار الحمام ما اعرفش الحمام ظروفه ايه ما اعرفش الدنيا فيها ايه وهنرجع نفتح مطارات من تاني دي بس البدايه لكن لسه الفتره اللي جايه هنعمل حاجات كتير جدا 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 زي ما قلت في بدايه الفيديو يا جدعان احنا خلاص قربنا نوصل على مليون متابع في مفاجأة كبيرة جدا عاملها لما نوصل لمليون متابع ياريت كله يدعمني لان الفترة اللي جاية نار ودمار باي باي.